خدعوك فقالوا المهم تبقى من جوه عامل ازاي، مش مهم من بره خالص. بس دي كلمة يمكن بنسمعها كتير، انما في واقع الامر هي ممكن تكون سبب بين قوسين كده في خراب بيوت كتير. ليه؟ لان احنا ممكن نهمل في نفسنا شوية سواء كان راجل او ست. واحنا النهاردة كنا بنتكلم عن جواز الصالونات او الجواز عن حب، لكن في الحالتين احنا محتاجين نحافظ على الحاجتين، محتاجين نحافظ على شكلنا من بره ومحتاجين نحافظ على شكلنا كمان من جوه. علشان كده النهارده بنجدد لقائنا مع الدكتور احمد جاد، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه والنحافه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه العلاجيه والصحيه، وعضو الجمعيه العربيه للتغذيه الاكلينيكيه للاطفال. صباح الفل يا دكتور. صباح الفل يا حبيبي. دي تاني مره احنا مع بعض فيها، ان شاء الله مش اخر مره ان شاء الله. طبعا مش هكون لوحدي النهارده في الحلقه، معايا كمان زميلتي العزيزه اللي دايما مشرفاني وبتبسطني جدا بوجودها، هي زميلتي العزيزه سمر عبد العظيم. منوره يا سمر. صباح الخير يا بلال، ده نورك. تسلم يا رب. صباح الخير مشاهدينا الكرام. يمكن اتكلمنا في اول حلقه طلعناها سوا عن حاجات كتير ليها علاقه بمفهوم التغذيه، وايه اللي صح اللي المفروض نعمله، وايه الحاجات الخاطئه اللي بنسمع عنها. عايزين بقى نبتدي النهارده كده، خصوصا ان احنا كنا بنتكلم عن الجواز خصوصا بعد الخلفة، ممكن بعض السيدات وزنهم يزيد. ده بيودينا لحاجة بتقول انه انا عايز اخس بسرعة، ارجع لوزن الطبيعي بسرعة قوي. زائد طبعا ان حتى الناس اللي مش متجوزين عايز اخس مناطق معينة في جسمي او عايز اخسس جسمي عموما، ببقى رايح وشايف فلان الفلاني زي ما اتكلمنا على المقارنة، فعايز في اسبوعين انزل 20 كيلو. هو الطبيعي الطبيعي في الاول ان مع الحمل طبيعي جدا يبقى في زياده في الوزن، مع الرضاعه طبيعي يبقى في زياده في الوزن، ده كلها حاجات طبيعيه. اللي مش طبيعي ان انا اشوف ده ان ده مش طبيعي، فانا لازم ازيد، اعيش الفتره لازم ازيد، ده طبيعي. وعلى الاقل حتى احاول ان انا ما ازيدش بالزياده الكبيره جدا، يعني مش معنى كده ان انا كده كده هزيد ان انا اسيب نفسي الموضوع يكبر مني. انا بظبط اكلي برده بس بالعقل، بس لازم يبقى في زياده. ان موضوع ان انا عايز اخس بسرعه ده غلط، مفيش حاجه اسمها اخس بسرعه. هي في ناس ممكن تخس بسرعه وفي ناس ممكن ما تخسش بسرعه، وده اللي الناس تفهمه. ما ينفعش اقول انا لازم اخس زي فلان، او انا عايز الاسبوع ده عايز اخس 10 كيلو، الاسبوع ده عايز اخس 20 كيلو، ده غلط. ما ترفعش سقف توقعك في البدايه كده، ما تحطش سقف توقع. كل اسبوع باسبوع، كل اسبوع ليه بلان مختلفه. انزل الصح، خس الصح، ما تخسش وخلاص. طيب في بنات بقى او في بعض الاشخاص، بس البنات بتبقى اكتر بتقابل المشكله دي، ان هي بتاكل كويس او بتاكل كتير وجسمها زي ما هو، ما بيتاثرش ولا صحيا ولا جسمها ممكن يملى او تحس ان الاكل بيبان عليها. طيب فده ايه بقى سببه؟ ايه نوع الاكل اللي بتاكله؟ ما ممكن اكل كتير بس اكل اكل مضر او اكل ملوش قيمه غذائيه. ما في اكل كتير جدا سعراته عاليه جدا بس من غير قيمه غذائيه، زي التكاوي والحاجات والمشروبات الغازيه والحاجات دي كلها. فانا ما استفدتش قيمه غذائيه من الاكل. طب انا عايز استفيد، اقول باكل كتير لما اكل خضار، اكل فاكهه، اكل بروتين، اكل اكلي صحي، وابدا اقيس بعد كده. تمام. ممكن يكون في مشكله وراثيه بنتعامل معاها، في مشكله في الغده بنتعامل معاها، لكن لو ما فيش اي مشاكل تانية يبقى نشوف طبيعه الاكل نفسها. بيبقى بعد تحاليل بقى تحاليل طبعا لازم تتعمل فحوصات، وبعد كده مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله وراثيه ولا اي مشكله جينيه ولا اي مشكله مرضيه، خلاص ببدا اعدل اسلوب الحياه اللايف ستايل بتاعها، ابدا اعدل طريقه اكلي بقى. احنا كلنا بصراحه طريقه اكلنا مش لطيفه، يعني بتبقى في شغلنا بقى وطول النهار بره، لا بس فعلا يعني محتاجين نركز في طريقه اكلنا شويه. هو طبيعي ان مفيش حد بيفضل ماشي باكل صحي مدى الحياه، يعني احنا حتى كدكاتره مفيش الكلام ده. على قد ما بنقدر. بالظبط، انت حاولي على قد ما تقدري. مفيش حد بيوصل لنتيجه كامله 100% زي ما هو عايز بالظبط، مفيش حد بيجي بيرفكت مره واحده. لازم. ده بيرجع لطبيعه الجسم برضه في الاخر. طبعا. صح؟ لانه مش كله زي بعض. لا كل جسم ليه طبيعه مختلفه، معدل حرق مختلف، حاله صحيه مختلفه، السن بيفرق، كل الحاجات دي بتفرق. معدل الحركه بتاع يومه عامل ازاي. طيب دكتور، يعني بنسبه كام في الميه اللي عايز يخس، يعني ممكن اقول له مده معينه يقدر يخس فيها، ولا ده بيجي ازاي؟ وبنسبه قد ايه يخس قد ايه؟ هو اول حاجه لازم انزل، كله بيفكر في 100% طبعا. لا مفيش 100%. انا اول فتره لازم انزل 10% من الوزن اللي انا عليه، لازم انزل 10% الاول، دي البدايه. 100% مره واحده دي هتحبطك شويه. ما ينفعش تبقى جاي لي 150 كيلو وتقول لي عايز ابقى 60 كيلو. مستحيل تعملها مره واحده. هي هتتعمل عادي بس مش مره واحده. من 150 130 110 100 95 ابدا اوقف، اريح اسبوع اثنين، افصل شويه افصل شويه، وليه هو عشان مش هيقدر على ما استعجلش يعني. افصل شويه، مش هيعرف يجيبها مره واحده. افصل شويه، اثبت اسبوع اثنين ثلاثه شهر، وابدا اكمل تاني.
ساعتها هيبقى ليا نفسي ابدا اصلا او اكمل، لكن 100% مره واحده دي غلط، مش هتحصل. طيب قبل ما نكمل لاسئلتنا ممكن نروح نشوف مكالمه علي. صباح الفل يا علي. صباح الفل، ايه الاخبار؟ قول لي سؤالك. تمام والله، حضراتكم منورين. ربنا يخليك يا رب، منور انت واهل هنا. والبرنامج بتاعكم زين وبيقدم محتوى هايل. تسلم لنا. ربنا يبارك لك. عندك سؤال لدكتور احمد بخصوص الوزن او الجسم؟ والله يعني انا ليا فتره كده طويله ظهري تعبني من كتر الشغل في الغير، وميزاني تقيل خالص كده ومش عارف اعمل ايه. والله بقلل اكل وبحاول اتمشى كده نص ساعه كل يوم اخر الليل بعد ما اخلص شغل فلاب، بس برضه مش عارف اخس. وزنك قد ايه تقريبا؟ طولك. طب ثواني كده عشان في ورقه كنت كاتب ورقه دهان الدكتور. هات الورقه اللي عندي فوق الدرج دي. طيب هات الورقه على مهل وقول لي وزنك كده ولو تعرف طولك كمان. هو ممكن يبقى معانا واحنا بنكمل اسئله عادي جدا. تمام. طيب بعد ما بنخس يا دكتور بنقابل بقى في جسمنا كده بعض المشاكل، بيظهر بقى خطوط حمراء مش لطيفه وخطوط بيضاء وترهلات، فممكن احنا نتفادى دي ازاي؟ هل بالرياضه، في نوع اكل معين يساعدنا؟ من الاول خالص اخس صح. امشي على دايت صح، اللي هو مش بسرعه، اللي احنا دايما عايزينه. مفاجئ ودايت فيه حرمان كبير جدا، ودايت ناقصه فيتامينات ومعادن كتير من جسمي، وناقصه عناصر غذائيه اساسيه من جسمي، طبيعي اللي ده يحصل. تمام. امشي دايت صح بالعقل، دايت محسوب موزون، دكتور اللي عامله، مش في اي حد بيقول اي حاجه امشي وراه، مش اي وصفه بتتقال امشي وراه. امشي دايت فيه كل احتياجات جسمي، فيه كل العناصر الغذائيه اللي انا محتاجها، وبعد كده لو ظهر حاجه طبيعي، علامات التمدد دي بتظهر. تمام. ليها كريمات معينه، ليها جلسات معينه، ليها حاجات كتير. ليها علاج يعني؟ طب كويس جدا يعني. لو بياخد وقت شويه بس ليها على الاقل، حتى لو مش هنشيلها 100% بنحسن شكلها، تبقى شبه لون الجلد، فخلاص تبقى باينه. تبقاش باينه، بس هي مش حاجه عيب ولا حاجه غلط. طيب هو احنا بس عشان فقدنا الاتصال بعلي، فهو لو يقدر يتصل بنا تاني ممكن يرجع لنا تاني. طيب يا دكتور، يعني مزامنه كده مع الصور اللي هنشوفها دلوقتي على الشاشه، نرجع بقى لوزننا الطبيعي ازاي، او نقدر نثبت وزننا ازاي؟ احنا النهارده هنعمل كورس معين للتخسيس، اقدر احافظ بقى على الوزن ده ازاي؟ مهم قوي بعد ما اخلص، بعد ما اخس اللي انا عايزه ما اجريش، يعني ما اخسش واجري، ما اخسش اللي انا عايز اخسه وارجع افتح البحر تاني وخلاص كده فاكر ان الدنيا تمام، ده لا. يعني مثلا الصور هنا كل حاله مثلا بتاخد مده معينه، ويعني وبتبقى بنسبه قد ايه تقريبا؟ خلاص خست يعني. طالما اتصورنا كده بقى خست، بس هي لسه بتجي لي العياده لحد النهارده. يعني هي بعد ما خست كده بقى لها شهر مثلا لسه بتجي لي العياده، لسه متابعين تثبيت الوزن، اللي هو تثبيت. بنزود الاكله في حدود سعراتها، جسمها بيحتاج قد ايه، بيحرق قد ايه، بيبان عندي معدل حرقها، هي محتاجه كام سعر، ببدا ازود عن اللي انا كنت عامله في الدايت بكميات محسوبه. في مثلا ممكن نقول ان في مده قصوى لمده زمنيه قصوى للشخص اللي خس، او حد ادنى، او على مده قليله، ولا حسب الوزن؟ حسب الوزن وعلى حسب الشخص وعلى حسب التزامه برده معايا. يعني في ناس موضوعها كله ما بيحتاجش معايا اكتر من شهر ونص شهرين، في حالات ثانيه لا ووزنها مش كبير قوي، في حالات ثانيه 4 شهور، في حالات ثانيه 6 شهور، في حالات بتوصل سنه، وده بيبقى فرحان جدا انه انزل في السنه، لان حد جاي لك 190 كيلو 200 كيلو فمش هينفع تقول له شهرين، هتاخده بالتدريج 4 شهور في 4 شهور خلاص. تمام فعلا. هو اهم حاجه برضو ان احنا حته متابعه مع الدكتور دي مهمه جدا، لازم تبقى ثقافه عند الناس، يعني اللي عايز يخس لازم يتابع مع الدكتور عشان يعرف يفهم طبيعه جسمه، ده المفروض اللي الناس تفهمه دلوقتي. بالزبط. طيب احنا حته ان احنا عايزين نحس بالشبع دايما، ما نجريش بقى على السكريات والشوكولاتات والاكل التكاوي والحاجات اللي هي بتخلينا نتخن بسرعه من غير ما نشعر، انا امتى او اعمل ايه عشان احس بالشبع ده؟ طب انا اسف، قبل ما نجاوب ناخد مصطفى وبعدين نجاوب الاجابه دي. مصطفى صباح الفل عليك. صباح الفل عليكم يا ولاد. منور يا مصطفى. اهلا وسهلا بيك، منور الدنيا. قول لي سؤالك ايه؟ والله بما انكم النهارده بتتكلموا عن الجواز بقى والدكتور احمد موجود، بيقولوا بقى في المثل يعني اقرب طريق للراجل معدته. مش عارف ازاي يا بلال والله. اقرب طريق للراجل معدته، انت طبعا شكلك مؤمن بالمثل ده جدا. مستعد يدخل عادي. انا مش مؤمن، انا بس عشان الامثال اللي احنا بنقولها، انت عارف المصريين يعني وكده. فكنت حابب الدكتور احمد بقى اساله بعد الجواز بقى، يا ترى ايه الاسس الغذائيه اللي احنا السليمه نقدر نعملها احنا وازواجنا واولادنا عشان نحافظ على جسم سليم كويس
خالي من الامراض. حلو جدا والله. حلو شكرا جدا لاتصالك يا مصطفى. بص، هو طبيعي فتره الجواز او في اول الجواز طبيعي ان هو يبدا ياكل، بياكل براحته، بياكل انواع اكل مختلفه، بياكل حاجات كتير جدا ومفيش مواعيد للاكل طبعا، بياكل في اي وقت وبياكل اي نوع براحته. بس هو دلوقتي في حد مهتم ان هو بعد خلاص بخلص المرحله دي مش عايز الموضوع يبوظ منه او يوسع منه اكتر من كده، فبيلحق نفسه. نبدا بقى ننظم وجباتنا تاني، نبدا ما نتعشاش متاخر، نتعشى بدري، نتعشى عشاء خفيف، بلاش عشاء تقيل خالص، العشاء الخفيف، الزبادي، الفاكهه، السلطه، الحاجات دي كلها. السهر بيعمل مشاكل صدقني. هو الفكره في السهر برضو أيوة، ان هو النوم لازم يتظبط. النوم ليه جزء كبير جدا في نزول الوزن او في التاثير على الجسم عموما. لا، وطول ما انت سهران بتاكل، ما انت قاعد فاضي هتعمل ايه؟ بالظبط، سهران هتجوع. سهران هتجوع، سهران هتجوع. اسهر في حدود شغلك، في حدود حاجه ضروريه، لكن مش اسهر وخلاص. ما انا اشغل بقى نفسي في الفتره دي باكل ما يخلينيش بقى اسمن. احنا نخلينا في زي ما قلت لك، شرب الميه ده رقم واحد، الفواكه، الخضار، البروتين. يعني خلاص انا مش قادر امسك نفسي، مش قادر، انا لازم اكل دلوقتي خلاص. علبه تونه، طبق سلطه، بيضتين مسلوقين مع طبق سلطه، يعني الحاجات دي بالليل مثلا. خلاص انا مش هو مش كل يوم، هي مره خلاص. انا عايز الحق نفسي، انا قاعد سهران دلوقتي ومش عارف امسك نفسي، مش عارف اعمل كنترول. فاكل اقل حاجه ممكن تخليني الحاجه اللي مش هتخليني ما اتخنش. بروتين، بروتين طبعًا. وسلطه، فاكهه، زبادي، حاجه خفيفه، بلاش اكل تقيل، بلاش مكرونات، بلاش عيش، بلاش الكلام ده كله. تمام، احنا نحط فواكه وزبادي وحاجات حلوه كده، بس مش كل يوم برضو. برضو مش كل يوم، ده للضروره، لكن بالليل مفيش اكل. بالليل الطبيعي عشاء خفيف. طيب تمام. نرجع بقى للسؤال اللي فات يا دكتور. تمام. او في برضو قبل ما نرجع للسؤال اللي فات، في حد سالني السؤال ده فعلا وبيعاني منه جدا. لو امتى تقول ان الحاله دي جراحه ومش هينفع اشتغل فيها؟ خلاص انا مش هينفع الحاله دي، عايزه تدخل جراحي. تمام. اول حاجه البي ام اي بتاعها مؤشر سمنه الجسم اكتر من 40، مع شرط وجود مرض او اثنين مزمنين. تمام. ساعتها ببدا خلاص بقول في لا محتاجين جراحه فعلا، او لا انا خلاص مش هعرف اعمل كنترول على الحاله دي، او هو مش هيعرف يعمل كنترول على نفسه والوزن فقدنا السيطره عليه. خلاص بي ام اي اعلى من 40 مع وجود مرض او اثنين مزمنين، ضغط، سكر، قلب، فخلاص ساعتها لازم الجراحه هي الحل. تمام. وطبعا الحقيقه احنا دايما بنستفاد مع وجود حضرتك، واتمنى ان احنا ان شاء الله المره اللي جايه واللي بعدها يبقى في استفاده اكتر للمشاهدين، لان احنا برضو لسه معانا اسئله كتير جدا، وعارفين ان في برضو مداخلات كتير جايه. طيب قبل ما نختم في عجاله كده يا دكتور، محتاجين روتين يومي لمرضى السكر، يعني حاجه كده بسيطه يمشوا عليها يعني يتفادوا المرض اللي عندهم. مريض السكر لازم يفهم ان علاجه التغذيه او علاج السكر الاكل، ده صاحبه مدى مرضه بالسكر. ما ينفعش ان انا النهارده قست سكري لقيته مظبوط ما اخدش علاجي، ما اخدش جرعات انسوليني او الادويه بتاعتي، ده غلط. انا جرعاتي باخدها يوميا في ميعادها بكمياتها، مع التزام بتعليمات الطبيب طبعا، اللي هو اكل بعدها بقد ايه، اكل قبلها بقد ايه، الكلام ده كله. تمام. تمام. الحاجه الثانيه، يحاول على قد ما يقدر يتجنب الاكل اللي بيرفع الانسولين في الجسم. تمام. النشويات بانواعها نحاول نقلل منها فعلا، نحاول نبعد عن النشويات، الحلويات، الكلام ده كله نقلل منها على قد ما نقدر، وخصوصا بقى بالليل. تمام جدا يا دكتور. زمان ضحكوا علينا وقالوا ان جمال الروح وسكتوا، لكن في الحقيقه الجمال جمال الروح والشكل. وخلينا يعني عارفين ان الحب اعمى بس العين دايما بتشوف، وما ننكرش خالص ان الشراره الاولى بتحصل لما العين بتقع على الحاجه الحلوه. اتجوزت جواز تقليدي او صالونات، او اتجوزتي عن حب، حافظي على شكلك ومظهرك وجسمك، وانت كمان خلي جسمك رياضي ومظهرك دايما جذاب. ودايما بيقولوا الله جميل يحب الجمال. بشكرك جدا يا بلال، كنت بتشاركني الحلقه النهارده. شكرا جدا ليك يا دكتور احمد، بجد بنكون في قمه سعادتنا واحنا معاك. وكالعاده بقى بنختم ونقول من دلوقتي للحلقه الجايه هناخد بريك ونفصل شويه.